عودة لعشرة الصبح في الأهلي. أهلا بكل حضراتكم مرة تانية في أولى فقراتنا الحوارية. وطبعا زي ما كنا بنقول في مقدمة حلقتنا النهاردة كلها ساعات بتفصلنا عن لقاء ناري أكيد هيكون ما بين منتخب فرنسا ومنتخب الأرجنتين، ختامها مسك إن شاء الله، ومباراة قوية أكيد كلنا بنستعد لمتابعتها وإن شاء الله نسعد بمتابعتنا ليها. عايزين نعرف بقى كل التفاصيل المتعلقة بهذا اللقاء، وكمان نتكلم في تفاصيل اللي فات من أحداث المونديال. كل ده هنتكلم فيه مع الأستاذ آسر حسين الناقد الرياضي اللي منورنا في حلقتنا النهاردة. يا صباح الفل عليك. صباح الفل عليك يا كريم وعلى نهواند، وأنا المبسوط إني معاك وفي بيتي قناة الأهلي. صباح الفل على كل الأهلاوية. صباح الخير عليك، وتوقيتك مهم جدا تكون معانا النهارده في نهاية المونديال، وأكيد أكيد هتتكلم على المباراة النهائية ما بين طبعا يعني الأرجنتين وفرنسا والتوقعات والكفة أرجح لمين، ولو ضربات الترجيح وصلنا ليها يعني. وده على فكرة بالمناسبة ده السيناريو اللي ناس كتيرة جدا متوقعة. خلينا بس نروح للمغرب، المغرب وكرواتيا. هل كنت متوقع بداية أن المغرب وكرواتيا هيبقى المباراة بهذا الشكل؟ كنت شايف المغرب فرصتها أكبر، ولا برضو أنت بتتكلم عن منافس تقيل أو كرواتيا وصيف الثاني في المونديال أو الوصيف يعني في مونديال روسيا؟ خلينا نفهم وجهة نظرك برضو. طب تعالي ناخد الموضوع من الاتجاهين. يعني هواندي يمكن دايما نتقال الثالث والرابع، مباراة الطردية أو مباراة أنه الفريقين خلاص الطموح بتاع الوصول للنهائي ما حصلش، فبيبقى مش داخلين بنفس الحماس أو أوكي أنا بس عايز أمشي من المونديال بميدالية استحقاق بس يكون على صدر اللاعبين. لكن كمان منتخب المغربي بالتدرج اللي حصل وفي طريقه كان صعب جدا جدا، وخد في طريقه أبطال أوروبا وخد أسبانيا وخد البرتغال، وطبعا في المجموعة خد بلجيكا وكرواتيا، فبالتالي الناس كانت تتوقع أنه قادر يعمل مباراة كبيرة أمام كرواتيا. على الناحية الثانية كرواتيا لعبت المباراة بشراسة كبيرة جدا. زلاتكو دالتش المدير الفني كان عنده استحقاق انه وصل مرتين ورا بعض، ودي انجاز لبلد صغير زي كرواتيا باك تو باك. يعني 2018 وصل قبل نصف النهائي، و2022 لعبوا المباراة بشراسة كبيرة جدا. كمان عندها يعني لو اتكلمنا على كرواتيا الاول، عندها صراحة يعني استحقاق مهم جدا. هم شاركوا في 6 كأس عالم، 3 منهم علقوا ميداليات، يعني خدوا الوصيف مرة ومرتين المركز الثالث 98 طبعا، والجيل العظيم اللي كان فيه سكر والموسم ده المونديال ده. على الناحية الثانية المغرب الحقيقة ضربتها الإصابات بشكل كبير جدا، حتى لعيبة كانت داخلة القايمة واضح إنه كان حاططها ركراكي مجرد بس إنها تملى الفراغ لو احتاجها في أضيق الحدود. كان في إجهاد كبير جدا، رغم ده المغرب لعبت برجولة وبأداء بطولي حتى في مباراة كرواتيا، لكن غلبت الخبرة اللي عند كرواتيا أكتر، تماسك البدني اللي عند كرواتيا أكتر، قدر هو اللي يحسم اللقاء. لكن حتى الآن المغرب حتى في مباراة الأمس بيضرب أرقام قياسية جديدة. أول منتخب عربي أفريقي حقق المركز الرابع، أعلى كلين شيت في تاريخ البطولة، أعلى فريق عربي وأفريقي سجل 20 هدف، فبالتالي يعني استحقاقات كتيرة جدا منتخب العربي. هي مش خارجة خسرانة يعني، نقدر نقول بجد أبدا بالعكس. أبدا، إحنا بنتكلم إن المغرب فريق عربي وأفريقي رابع العالم دلوقتي. طب ما هو الإنجاز التاريخي ده، وفي ناس مسمياه إعجاز مش طبعاً. إنجاز كمان طبعاً. هل كل اللي حضرتك تفضلت بيه ده يصعب مأمورية أي منتخب عربي في أي نسخة مقبلة من المونديال لو مكتوب له إنه يشارك فيها، ولا بالعكس يدي حافز لأي منتخب عربي إن إحنا قادرين أهو ووصلنا أهو للمرحلة دي في يعني في نسخة من نسخ المونديال؟ سؤال حلو جدا يا كريم. بص أقول لحضرتك، هو الناحيتين، هو رفع سقف طموحات عالي جدا جدا جدا، على الستاندرد جدا، فبالتالي أي فريق عربي أفريقي مطالب لغى أو ضرب بعرض الحائط. يعني ما فيش حاجة اسمها تمثيل مشرف تاني، يعني نسف الكلمة خلاص، لأن هيبقى شكله وحش قوي لو حصل بعد جدا جدا. على الناحية التانية لو احنا بنشكر منتخب المغرب بنشكره على أكتر من حاجة، على فكرة إنه أدخل للعقلية عقلية اللاعب العربي عقلية اللاعب الإفريقي فكرة فن المستحيل، إنه صدق أنت ممكن تروح السيمي فاينل، ممكن توصل، ممكن تقارع أقوى البطولات. حتى مباراة فرنسا اللي هي قدام حامل البطل لعبها بشكل قوي جدا 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 وبشراسه كبيره جدا بأداء بطولي، يمكن بس شويه اخطاء دفاعيه ساذجه مع الخبرات هي اللي حسمت المباراه لاخر فرنسا في اخر الدقائق. يعني كانت مباراه 1-0 وفي كره في العارضة للمغرب وعلى في الطريق ان هم يتعادلوا، لكن انقلب الموضوع انه هدف التاكيد. لكن ردا على سؤال حضرتك استاذ كريم، انه رفعوا السقف عالي جدا، فكره فن المستحيل. اي فريق دلوقتي بقى عارف انه يقدر، انه بس بالتخطيط الجيد او بالاستعداد الكويس للمونديال يقدر يروح لبعيد. المغرب عملت نموذج في كل حاجه، حتى في مش بس في الكوره، بره الكوره المشهد، وكمان رساله لكل دول. هي بره الكوره متحققه في صوره مهندسين واطباء والى اخره من العالم العربي،
عاملين نجاحات مدويه في دول الغرب اللي هم عايشين فيها، بس في كره القدم الكلام ده ما كانش بيحصل. حتى في حته الغرب استاذ كريم، يعني يمكن انا بعتقد انه لو المنتخب المغربي عايز يهدي البطوله دي لحد، او احنا عايزين نهدي الاستحقاق ده والوصول لمركز رابع لحد والاداء العظيم ده، هو الاهالي اللعيبه دي طبعا. ناس بتتكلم على يعني هي فعلا رجعت ولفت وترجع تاني ليه الشقاء او رحله الكفاح بتاعه البسطاء اللي راحوا اوروبا. يعني هتلاقي مثلا زياش مولود في هولندا، حكيمي مولود في اسبانيا، الاهالي دي استحملت كم هائل من حتى حكيمي كان بيقول بفخر ان والدته كانت بتنظف البيوت طبعاً. فبالتالي استحملوا معيشه شاقه جدا طبعاً. وعنصريه في بلاد الغرب، ورغم ده لما جه التوقيت انه اللعيبه دي بقت بصبغه اوروبيه او تم تصنيعها او تشكلت بعقليه لاعب اوروبي، اختاروا تمثيل بلدهم الام هو المغرب، فبالتالي هي اهداء للبسطاء اللي تحملوا اهالي اللعيبه دي. ففي رسائل ودروس كتيره جدا من المغرب حتى بره الكوره، بدليل ان كل اللقطات اللي كان فيها لعيبه المنتخب المغربي بيقبلوا ايادي والدتهم والدتهم هم عايزين يقولوا دول ابطال حقيقيين. يعني اللقطه بتاعت طبعا الفيديو اللي لف العالم كله بقى فايرل وانتشر، اللي هو البوفال بيرقص مع والدته، عايز يقول هو ده يعني اللي استحملته الست دي، خلتني على المنصات الدوليه دلوقتي اللي انتم شايفينها، خلتني اللاعب الدولي اللي انا عليه. حاجه كانت جميله فعلا. بص الانسانيات دي تلاقيها اكتر، يعني موجوده طبعا في العالم كله، بس تلاقيها اكتر عندنا كعرب برضو، احنا لسه عندنا الحته دي ولسه برضو الاصول بص موجوده. يعني انا حتى انا وكريم مره اتكلمنا في تفاصيل نشوف اللعيبه الاوروبيه فيرسز اللعيبه العربيه، تلاقي الاوروبيين اكتر بيتباهوا بمراتاتهم بعيالهم، لكن الاصل عند العرب بيبقى الاهالي اكتر، ودي برضو فيها رد جميل زي ما انت كنت بتتكلم. لو كان على بالظبط، لو كان على الناحيه الثانيه لعيب يوصل للتوب ليفل بقى خلاص بقى لعيب مشهور وسليبرتي ومشهور، هتلاقي مثلا معاه زوجته او الموديل اللي مصاحبها، لكن طبعًا هم اختاروا طبعًا. هم اختاروا يعني بوفال اختار حكيمي لما جري على والدته، بوفال لما اختار يروح لحد في المدرج ينزل يرقص معاه اختار حتى والدته. كان في فيديو معرفش ده كان صح ولا غلط، ومن غير صوت جايبين مرات حكيمي واقفه بتتخانق معاه بعد، عشان بيقول لك انت لفيت سلمت على الملعب كله وما جيتش جايين انا في الاخر بقى بعد ايه؟ رجعت تقول بعد ايه؟ بعد ايه؟ بقى خلينا نرجع آسر للمونديال ونتكلم بقى شوية. يعني خلاص كرواتيا والمغرب عدت، وكرواتيا برضو فريق أو كان منتخب برضو تقيل بصراحة، ومحقق ذاته في الفترة الأخيرة كام سنة اللي فاتوا بشكل كبير، وربما في المونديال القادم في أمريكا برضو يبقى فيه أداء ممكن مفاجئ، نلاقي مثلا كرواتيا خدت كأس العالم، يو نيفر نو زي ما بتعرف، قريبة لده. لو كلمنا بقى عن المباراة النهائية النهاردة وفرنسا والأرجنتين، وكانت حاجة غريبة جدا زميلنا عويس بيقولها لنا ونقل لنا الموجود هناك، يعني الصورة ناس فرنساويين متعاطفين مع ميسي، يعني تخيل انت منتخب بلادك بيلعب لكن عندك حته كده تقول يعني لو الارجنتين خدتها مش مشكله، تخيل. فانت بتشوف ده ازاي؟ غريبه قوي. بشوف ده انه يعني ميسي يبقى ميسي الحقيقه، انه ناس بتتكلم يمكن قبل المباراه يعني هوندا وكريم على انه فكره طب هو محتاج فعلا التتويج او زي ما الانجليز بيقولوا عن تشيري اون ذا كيك عشان يكلل المشوار ببس يتبروس كده بكاس العالم. انا بعتقد انه يعني مش في احتياج لاي حاجه، هو ما عندوش حاجه يثبتها، لكن الناس من حبها لميسي عايزاه يبقى بطل اللقطه الاخيره في انه يبقى بطل لشعبه بالتالي، ويستحق برضه ويستحق طبعا بينك مع المشوار اللي هو عمله في حياته وفي رحلته، يستحق الكريزه دي اللي في الاخر. ايوه يستحق، لانه كمان احنا كنا عايزين حد منهم اللي ياخدها كريم، يعني يا رونالدو يا ميسي، فلما رونالدو خرج زي ما انت بتقول فالناس حابه قوي ان ميسي ياخدها. هديك مثال كمان هوندو كريم على فكره انه يبقى حد من فرنسا يعني بيميل لميسي، جاري لينكر طبعا المذيع المشهور واللاعب العظيم لمنتخب انجلترا، بيقول لك في الجون بتاع 86 لما مارادونا رقص الفرقه كلها هو كان في الملعب، جاري لينكر قال لك في لحظه ما انا من لما اتاثرت بعظم كنت اسقف انت متخيل؟ قبلها كمان كان جاري لينكر ده لوحده كان حدوته، ده كان الهداف في البطوله يعني. طبعا فتخيل نفس الكلام على المعيار ده. أيوة. انه في ناس من فرنسا طبعا يعني بلدي وعايز اشجع بلدي وتكسب، بس ده ميسي، فبالتالي طبعا مباراه كبيره جدا. ميسي على قربت قوي، يعني لو ناخد بالتدريج عارف يعني هم مشيوا 2006 كان نازل كبديل في ماتش صربيا ومونتينيجرو في دور المجموعات، وشارك كسبوا 6-0، شارك سجل اسيست وعمل جول، يعني سجل جول وعمل جول. جه في 2010 مع مارادونا كان المدير الفني، خرجوا بشكل قدام المانيا وما سجلش ولا هدف، ناس قالت لك ده اسطوره لبرشلونه بس ومش اسطوره لشعبنا وما بيعملش حاجه معانا. 2014 كان حامل لأربعة بالون دور ومعاه أربع كرات ذهبية وداخل وجايب أربع تجوان ووصل بفريقه للنهائي الوقت الإضافي، ماريو جوتس الألمانية برضو ألمانيا يجيب الجون. غريبة قوي الأرجنتين حظها غريب في المونديال، دايما مع ألمانيا ما بتختمهاش بالمكسب، ليه بقى؟ بعتقد من سنة 90 وصول النهائي
كان اصلا المنتخب الارجنتيني مش بيوصل نهائي، كان اول مره يقرب جدا هي 2014. مرورا ب 2018 بدا في دور المجموعات يعني نسبيا، بعد كده اتغلب من كرواتيا، بعد كده لعب مع فرنسا، اصطدم بفرنسا بس في دور ال 16 اتغلب 4-3 وخرج بدري قوي. فبالتالي على مدار بص كم مشاركه لميسي، اعتقد دي يعني المفروض يعني الناس كلها بتتمنى انها تبتسم له اخيرا بعد خمس مشاركه. المنتخب الارجنتيني نقدر نقول انه من زمان يعني في ازمنه مختلفه كان طول عمره يعني منتخب النجم او نجمين بالكثير. مارادونا طبعا من زمان أو من قبل حتى مارادونا. ولكن هل ده ممكن يكون من ضمن الاسباب؟ ده حقيقي جدا تاكيدا على كلامك يا كريم، فعلا انه النهارده الفرقه مليانه نجوم حوالين ميسي، لكن وقت الجد او لما احتاجت الارجنتين انها يبقى فيه لعيب حاسم او كان فيه تذبذب في دور المجموعات، اللي بيعمل الفارق لو اتحرك هو في سن ال 35 بس، يعني ممكن طول الملعب طول المباراه بيتمشى، لكن بيقدر في كره واحده يعمل اسيست يسجل، هو اللي بيعمل الفارق. فيبقى برضو في لعيبه كويسه بتلعب في اكبر الانديه واسامي كبيره، لو طار مارتينيز ودي ماريا وغيرهم، لكن يبقى ميسي طبعا حقيقه هو منتخب اللاعب الواحد. وده اللي بيخلي لعيبه معينه مش مجرد لعيبه قد ما هم اساطير بتلعب في الملعب. طبعا حقيقي يعني. طبعا اسطوره حقيقه ميسي الحقيقه. فكره الكونسيستنسي هو كريستيانو على مدار 16 17 سنه كريم ونهاوند بي 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 بيحتلوا، مفيش حد قادر يقرب يعني، ما شفناش حد بيسحب البساط. يمكن كنت بتكلم انا وانت قبلها، ما حدش قدر يسحب البساط خالص من تحتيهم. فبالتالي عايزين فعلا القفله الاخيره او اللقطه الاخيره تكون تليق بنجم كبير زيه. طيب الوضع دلوقتي من ناحيه، هنبدا بفرنسا مثلا، برضو انت عارف بنهايه المونديال يعني النصف النهائي بيبقى فيه اصابات بقى خلاص، عمالين يلعبوا مجهود وضغط. احنا عندنا في فرنسا مبابي شويه برضو في مش اصابه بس في اجهاد، وجريزمان وجيرو، فيعني مبابي ده ما بيجهدش. ايه ما بيجهدش مبابي ده؟ مش داخل معانا زي البشر، تحسه حتى شكله الناس لا اللي هي في فرط حركه ده ما بيتعبش، مش هيتعب. لا المهم برضو منتخب فرنسا عنده اجهاد واجهاد عالي، وفي نجوم اساسيه عنده مراكز اساسيه كمان، فهل ده مؤثر ولا برضو ملوش علاقه؟ انت بتلعب هتموت نفسك خلاص، دي اخر مباراه وفوز ببطوله زي ما بتقال، الكفه ارجح لمين فنيا وزي ما بتقال برضو تكتيكيا، مدير فني هنا وهنا؟ فنيا بعتقد انه الكفه تميل لفرنسا، فريق متمرس جدا. ديشام داخل دلوقتي في 10 سنين في الفريق، في استقرار بقاله 10 سنين مع الفريق، عنده كمان هو على بره الخطوط استحقاق شخصي ليه هو، لما كان بيلعب حقق البطوله كلاعب وحقق كمدرب، وعنده كمان حاجه اعجاز عايز يوصل له. طبعا انت عارف في منتخبين بس اللي حققوا البطوله، برازيل وايطاليا، فهو لو فاز ب كاس العالم دي هيبقى عمل الاعجاز بتاع فيتوري بوتسو المدرب العبقري بتاع ايطاليا في 34 و38، فبالتالي هيوازي الانجاز ده. زمان قوي ده. بس طبعا كان ساعتها عشان كده انا نسيتها اصلا يعني، انا وكريم كنا قلت له برازيل 34 الوحيد ده الوحيد اللي حقق كمدرب البطولتين هو فيتوري بوتسو، هو اللي نفسه. وكمان عنده احصائيه ثانيه، 8 ماتشات ما حدش كسب ماتشات اقصائيه قد دي ديشون 8 مرات، الوحيد اللي بيوازيه في الرقم هو برضو فيتوري بوتسو اللي عملها مع ايطاليا في 34 38. اعجازات كبيره جدا لديشون، هيبقى داخل عنده دوافع كتيره جدا. اللعيبه على الناحيه الثانيه، 6 من اللعيبه اللي شاركت في مونديال 2000 او ابطال 2018 موجوده في التشكيله بتاعه فرنسا، فدي بيديها ثقه، اللعيبه داخله على انها ابطال. على الناحيه الثانيه سكالوني طبعا اصغر مدرب في البطوله، هو كام سنه بالظبط؟ 44. لو حقق البطوله هيبقى اصغر مدرب برضه في البطوله الحاليه يحقق البطوله. على الناحيه الثانيه هو اول مدرب للارجنتين يرجع لها كرامتها شويه. النسخه دي مليانه ارقام ومليانه احصائيات ومليانه ارقام قياسيه بتتحقق سواء على صعيد المدربين او حتى اللعيبه. بالمناسبه لو خدتك لورا للحظه كده، عشان في لقطات ناس كتير قوي حبتها، شافت من خلالها كل معاني النبل والصداقه كما ينبغي ان تكون حكيمي ومبابي واشرف حكيمي. اكيد خدتي بالك من طبعا العالم كله طبعا، مع انتهاء المباراه تقريبا ما سابوش، يعني بدل ما يروح ويجري ويحتفل مع بقيه زمايله ومنتخب بلده، هو كان قاعد بس بيواسي في اشرف حكيمي، وغيروا التيشيرتس مع بعض ودخلوا في الاوضه اللي في الطريق اللي بتدخل للبس، قعدوا على الارض هما الاثنين وساندين ظهرهم، وكانه مبابي خسران وقاعد بيواسيه هو كمان، يعني فاهم ازاي؟ يعني شفت اللقطات دي ازاي؟ طبعا كنت بتتكلم على لقطه واحده من اجمل اللقطات في كاس العالم. بعتقد الاثنين بينهم صداقه كبيره جدا جدا في باريس سان جيرمان، ودي اللي الناس بتقوله دايما. يعني انا الناس تقول لك ايه اكتر لغه ناس بتتكلمها في العالم؟ الانجليزي او الصيني. انا بعتقد لغه الكوره هي اكتر لغه سبوكن على مدار او الناس بتتكلمها في العالم. انت عارف يا كريم، انا مره كنت بلعب في مكان بره مصر،
واللعيبه اللي نازله الاختبار كلهم من جنسيات مختلفه. أوكي. بنتكلم لغه مختلفه. في الملعب ده ما كانش موجود، ده داب بانه بعينك هو عارف لغه الكوره، هو عارف انك هتروح على الحته دي هتقطع عليها هتلعب الباص. فنفس الكلام مع امبابي وحكيمي، الكوره بتقرب الناس دايما، الكوره بتدي رسائل دايما. حكيمي وامبابي بينهم صداقه مهمه جدا وكبيره جدا، ما رغم ان مباراه نصف نهائي واقصاء واللي هيكسب يوصل نهائي. شفنا بعد الماتش كان في لقطه كمان جميله بتاعه لما كرواتيا كانت بتلعب البرازيل، وابن بيريسيتش كان عايز يجري مخصوص عشان يروح بس يقول لنيمار هارد لوك، يعني مربي عنده بيريسيتش الاحساس ده، وهو بيعيط خده في حضنه، خده في حضنه من كمان المواساه من طفل طبعا. يعني مدرك حجم المعاناه انك تطلع. فطبعا في زي ما انت قلت كريم احصاءات كثيره ولقطات كثيره جميله في البطوله دي، هي مميزه بكل المقاييس. بطوله على الارض عربيه تم فيها اثبات او اظهار الهويه العربيه للعالم كله، تنظيم مبهر، كل حاجه فيها الحقيقه كانت مبهره جدا حتى الان. حلو قوي. انا عايز اروح معاك لزاويه مختلفه شويه، حراس المرمى. حراس المرمى في المونديال ده برضو كلهم اسماء كبيره واسماء لها تاريخ عظيم. مين اكتر حارس، مش لازم يكون حتى دلوقتي في النهائي، يعني مين اكتر حارس بتشوفه كان متالق جدا من كل المنتخبات اللي شاركت المونديال ده؟ بعتقد ان هواند هتنحصر جائزه القفاز الذهبي او الجولدن جلوف يعني السنه دي في مونديال قطر بين الاربعه، ياسين بونو طبعا نجمنا العربي، ميلاكوفيتش حارس كرواتيا، لوريس حارس فرنسا اللي بيلعب النهائي، واعتقد مين ممكن يكون الرابع؟ احنا قلنا بونو، قلنا ثلاثه، قلنا ثلاثه، لوريس وليفاكوفيتش وبونو وإيميليانو مارتينيز طبعا هيلعب النهائي، والاثنين دول هيواجهوا بعض، إيميليانو مارتينيز. فالاربعه دول اعتقد هتنحصر المنافسه بينهم. يمكن ليفاكوفيتش كونهم كسبوا المركز الثالث تقرب منه شويه، في النهايه هو معدي مرتين الفريق بتاعه بالاقصاء في ضربات الجزاء، شالهم في مباراه اليابان والمباراه اللي بعدها. في ماتش البرازيل كان عامل 10 تصديات، حوالي 5 أو 6 منهم جوه منطقه الجزاء قدام ريمار، فليفاكوفيتش عامل بطوله كبيره جدا. ممكن الغلبه بين برضو اثنين النهارده لو كان ادائهم هو اللي وصل فريق منهم ان هو يحمل اللقب، ايميليانو مارتينيز او لوريس تروح اللقب ليهم. بونو طبعا ضمن المرشحين، لكن اعتقد هي تنحصر بين الاربعه دول. فكرك يا سيد بونو ممكن يكمل مع اشبيليه الفتره اللي جايه، ولا الوضع هيختلف معاه بعد التالق الاستثنائي اللي كلنا شفناه عليه في النسخه دي من المونديال؟ طبعا سؤال حلو جدا. هو يعني عمل اداء هتختلف؟ طبعا اداء استثنائي طبعا في كاس العالم، ودايما بتحتاج كريم ان انت يبقى عندك منصه او ستيج عالمي تظهر فيه قدراتك، ومفيش احسن من ده يكون مع كاس عالم، وانك تكون احد الناس اللي وصلت بشكل مباشر فريقك للمرحله دي. بس خلينا نتفق ان اشبيليه برضو مش فريق صغير، هو بونو دلوقتي 31 سنه، افضل سن الحارس مره، ممكن استحقاق يروح نادي اكبر. فاعتقد يعني انديه كبيره تبدا تبص عليه، خاصه انديه كبيره عندها مشاكل في حراسه المرمى دلوقتي. بايرن ميونخ على سبيل المثال، نوير راح في اجازه عطله بعد كاس العالم، كان بيعمل تزحلق على الجليد وكسر رجله في 4 شهور وهو بره. فالانديه الكبيره تبدا تفكر في ده. انتر ميلان عنده مشكله في حراسه المرمى، قصدي انديه كبيره ممكن تبدا تفكر في بونو، لكن هو فريق اصلا كبير، لكن ممكن يروح لابعد من ده، خاصه انه السنه اللي فاتت هو افضل حارس في الليجا. هيروح لابعد غالبا. هو السنه اللي فاتت افضل حارس في الليجا، واول حارس مرمى في تاريخ اشبيليه ياخد اللقب ده اللي هو جائزه زامورا افضل حارس. فبالتالي هو دايما حتى بيسبق النادي بتاعه في الاستحقاقات يعني. بص، هو الوقت بيخلص للاسف الشديد بجد ياسر، بس انت لازم تنورنا مره كمان، لازم ان شاء الله، وبعد بقى ان شاء الله المباراه بتاعت النهارده عشان نحلل المونديال كله ونتكلم في كل الجوانب اللي يمكن ما طرحناش او ما ركزناش عليها خلال المونديال، اللي احنا انشغلنا بالفنيات والمنافسات وكده. بس بجد قراءه اكثر من رائعه، شكرا ليك جدا. ميرسي يا هاندو، مبسوط اني كنت معاكي مع كريم، وصباح الفل عليكم. والوقت جري والله بجد، الوقت حلو جري بسرعه. ربنا يخليك. طيب خلونا نشوف بقى توقعات الجانب من الجماهير فيما يتعلق بلقاء الختام النهارده بين الارجنتين وفرنسا. ناس قالت رايها من خلال التقرير هنعرضه على حضراتكم، تابعوا معانا. موضوع الكوره، واخد بالك، ما تقدرش تتوقع، كله بيبقى كلام يحتمل ان هو يكون مظبوط او مش مظبوط، لكن المهم ان احنا نتفرج على ماتش حلو واجوان كويسه، هي دي اللي بتفرق معنا في الاخر. احنا كمصريين ممكن تكون انت بتشجع فريق معين وانا بشجع فريق معين، لكن في النهايه عايزين نتفرج على ماتش حلو. لا طبعا ميسي عايش، كان نفسي طبعا المغرب هي تطلع، بس يعني ربنا ما اردش، فمعلش، فخلينا المره دي ميسي يكسبها المره دي، وان شاء الله بينا حظ السنه الجايه ان شاء الله في اذنها. هو ماتش 50-50، بس الارجنتين يعني ميسي رجع الفريق بتاعه، هم عاملين متوشة حلوة، مفيش إلا ماتش السعودية اللي خسروا فيه بس عاملين متوشة حلوة، وإحنا الشعب المصري بيحب الأرجنتين، البرازيل، الكرة اللي هي اللاتينية دي. والله هو الواحد أتمنى فوز الأرجنتين عشان ميسي،
لان هو ما توجش بطوله كاس العالم قبل كده رغم ان هو وصل لنهائي 2014 قدام المانيا. انما برضو فريق فرنسا فريق متكامل وممكن يحافظ على اللقب، والمباراه بتحتمل جميع الاحتمالات. اتمنى الارجنتين تكسب بصراحه، رغم ان فرنسا فريق قوي جدا بس اتمنى الارجنتين. انا شايف ان منتخب فرنسا متكامل اكتر، خط الدفاع والهجوم وخط الوسط وفي ربط كويس. طبعا في الارجنتين في ميسي بيربط الجزء اللي هو اللي قدام بالدفاع، بس منتخب فرنسا متكامل اكتر وخططيا احسن. ميسي برضو عنده مهاره عاليه، بس امبابي سرعته جامده وبيربط مع اللعيبه الثانيه، وجريزمان برضو. هتبقى تاني مره على التوالي، وبصراحه كده يعني انا بميل لكريستيانو، فمش هتمنى ميسي يكسب نهائي كاس العالم. امبابي، انا من معجبين امبابي. هو اعتقد الارجنتين هتكسب كاس العالم، مش اعتقد بس، انا حابب كمان الارجنتين تكسب. توقعات حضراتكم لنهائي النهارده وارجنتين وفرنسا، مباراه اعتقد في غايه التنافسيه زي ما بيتقال كده، و50 50 يا كريم، ما تقدرش تقول غير بجد 50 50 الدوافع والمستوى الفني، اعتقد هتبقى حاجه شويه غير متوقعه. رغم ده في توقعات حضراتكم شفناها من خلال طبعا التقرير، خلينا بقى نقرا معاك وندخل على توقعات الناس اللي كتبت لنا على السوشيال ميديا. هتلاقي رقم 2-0 لفرنسا متكرر كتير في تعليقات ناس كتير. اه والله، بس مبدئيا 2-0 كمان يعني الارجنتين مش هتحقق حاجه خالص. لا ما هي موزونه، بس فكره 2-0 تحديدا متكرره. تعالي نبتدي بداليا محمد تقول صباح الورد على اجمل برنامج، توقعاتي فوز منتخب فرنسا بنتيجه 2-0، واسلام الفولي بيقول ان شاء الله فرنسا 2-0. برضو محمود عبد العزيز 2-0 لفرنسا. حبيبة أحمد، الأرجنتين 3-1، دي نتيجة مختلفة، دي هتبقى مفاجأة كبيرة لو ده حصل. مش هيحصل، أنا بقول لك المونديال ده فرنساوي. محمود سعد عز الدين بيقول 2-0 لفرنسا، وأحمد بيدو بيقول 2-1 للأرجنتين. فودك كينج بقى 2-1 للأرجنتين، ما ماشي. سعيد عبد العزيز، لا ده أبو العز، 2-1 للأرجنتين برضو. عوض محمد، فرنسا إن شاء الله 2-0. مروة خالد بتقول الأرجنتين 2-0، ومنى حسن من غير ما تقول سكور بس قالت فوز فرنسا، ونور بتقول 2-1 للأرجنتين. أبو صفا فرنسا 2-1، محمود عارف 2-1 لفرنسا، يوسف ملاك 3-2 لفرنسا. علي السيد بيقول فوز فرنسا 1-0، وكامل عطية بيقول الأرجنتين هي اللي هتفوز، ومحمود عبد الرحيم بيقول فوز الأرجنتين بالته بنتيجة 2-1. دي منتخب جديد، الماتش عند الارجنتين النهارده. ده منتخب جديد معانا. عبد الحميد انور فرنسا 3-2، فوز فرنسا ايه؟ بركه الصلاه والسلام على رسول فعلا الله. عمر احمد 1-0 الارجنتين. عماد بيقول الارجنتين هتكسب 2-1، وسيد عاشور بيقول فرنسا 2 الارجنتين 0 ان شاء الله. بص الكفه لحد دلوقتي ارجح لفرنسا برضو. انت واخد بالك من التوقعات؟ طبعا طبعا. تامر النصايره 1-0 لفرنسا، بتالي دعم علم فرنسا طبعا. احمد رمضان 2-1 لفرنسا. بيبو احمد الارجنتين 2-1. محمود الشاذلي بيقول ان شاء الله تعالى الارجنتين 2-0، ومحمود يسري محمد بيقول الارجنتين 2 وفرنسا 3، ومحمود تايسون بيقول 2-1 للارجنتين. علي عسكر 2-1 للارجنتين. زيزو كوتش 2-1 فرنسا. يوسف السيد 3-0 فرنسا. واو، اعتقدش هاي سكور كده 3 ازاي يعني، ارجنتين برضو مش سهله يعني. وحياتك كله وارد، كله وارد. محمد رمضان بيقول فرنسا 2 الارجنتين 1، محمود حجازي بيقول 2-1 للارجنتين، ورفعت عنتر بيقول 2-1 للارجنتين. بص 2 ده زي ما انت قلت فعلا كومن كتير قوي. خالد المصري 2 للارجنتين 1 فرنسا. هدى تمراز فوز فرنسا. نادر محمد 3-2 للارجنتين. وعبد الرحمن بشير بيقول فوز فرنسا 3-1 عشان اكيد في بنالتي لميسي. ومحمد ابو زياد بيقول فرنسا ان شاء الله 2-1، ومو حامد بيقول 2-1 لفرنسا. عندك محمد ابراهيم 3-2 لفرنسا، ومصطفى محمد علي 2-1 للارجنتين، بهاء همام الارجنتين تكسب باذن الله. محمد خليفة بيقول فوز فرنسا باللقب على الرغم من ان الدوافع هنا اكتر لصالح التانجو. سارة خميس بتقول الامال واللي نفسي فيه طبعا ميسي والارجنتين، انما الواقع بيقول فرنسا اقرب. طبعا لو هتتكلم برضو على الاسكواد يا كريم هنا وهنا، بتالي فرنسا فعلا كفتها ارجح. ابو رؤيه بقى على فكره ده صديق البرنامج، ده بيجي على الراديو بيجي هنا ابو رؤيه. وعلى كل السوشيال ميديا بصراحه، جميل يعني، من الناس الاكتف جدا. فثلاثه فرنسا 2 الارجنتين. طارق جمعه 1-0 لفرنسا.
احمد حنفي بيقول 2-1 لفرنسا، ووليد رشدي بيقول 2-0 للارجنتين، والارجنتين وكاتب ان ميسي هو اللي هيجيب الاجوال. طيب تعالى بقى اخر ثلاث تعليقات. احمد منصور، الارجنتين تفوز 3-1. خالد فريد، اتمنى فرنسا. واشرف رفعت، 3-2 للارجنتين. طيب قبل ما نختم، حضرتك توقعاتك ايه؟ انا بقول 2-1 لفرنسا. الله. الله، انت مش كنت ارجنتين من غيرت رايي؟ الله اتغيرت المعطيات وغيرت رايي. لا لو تفتكر، شوف بقى. لا هقول لك، بس انا خليك عند مبادئ. ما انا جاي لك اهو، ما انا جاي لك في السؤال. انا فاكر كويس انت سالتيني السؤال ده، كانت في حلقه يوم الاربعاء اللي فات، توقعاتك للفاينل. قلت لك ايه؟ قلت لك انا مش فارق معايا الطرف الثاني مين، بس اللي نفسي قوي فيه ان يكون الطرف الاول هو المغرب. وقتها انا ما اديتكيش اجابه وافيه، وقلت لك المغرب يعني بس نتمنى بس بعيد. عشان كده بقول لك لما المعطيات اتغيرت، لا خلاص هو كفه الورقه والقلم زي ما انت بتقولي. فعلا حسبه السكواد اللي فيه كم اكبر من الموهوبين لصالح فرنسا. الارجنتين انا عن نفسي مش شايف قوي غير ليونيل ميسي، فهل لوحده هيكون قادر على ان هو يحمل الارجنتين للتتويج؟ وده وارد برضه يا عالم. اوكي هنشوف. يعني انت بتقول في الاخر 2-1 لفرنسا. 2-1 لفرنسا. انا اقول فرنسا، لكن السكور مش عارفه اشوفه قوي، تعرف بيبقى فيه احساس. اصل هي لو خلصت تعادل وبقى فيه ركلات ترجيح هنعرف منين فعلا. لكن تعالي نتخيل ان مش هنوصل للمرحله دي، وان في فريق هيفوز قبل انتهاء ال 90 دقيقه. ممكن يو نيفر نو. هو الارجح يعني لو انت جيت قلت، هتقول لو جيت قريت المشهد، هنقول مع بعض ان لا، ممكن يوصلوا لركلات ترجيح، لان الاثنين تقال والاثنين مستقتلين بمعنى اصح، وده الماتش الفينال، فلازم هيبقى كل حاجه بتبذل، وده هيخليك تاخدك لاكسترا تايم ولضربات ترجيح. منطق. بس حتى لو ده وصل، اكيد التوقع الاكبر، وده مش انا وكريم بس، يعني موجود على السوشيال ميديا، التوقع الاكبر لصالح فرنسا. كان بقى ممكن، انا شايفه رقم فردي مش زوجي. بصي ايا كان الرقم وايا كانت النتيجه، الحاجه الاكيده يعني ثلاثه هيبقى واحد، بس مش هيبقى حاجه دبل، يعني واحد منطقي. لو خلصنا قبل ال 90 دقيقه وما اضطرناش نوصل لاكسترا تايم او ضربات ترجيح، المنطق يقول ان واحد كفايه قوي، لان الارجنتين برده مش هيبقوا ساكتين. خلي بالك برده. بس انت عارف انا عايزه الماتش ده يوصل لضربات ترجيح، قول لي ليه؟ مبدئيا انت هتتفرج فين؟ والله انا للاسف الشديد يؤسفني ويحس في نفسي، للاسف على الاقل الشوط الاول. محدش هيسمعك اخر يوم الماتش. حابب اكلم نفسي. عندي شويه كلام كده عايز اخد ودي مع نفسي. الحلقه والله. المهم يعني انا هتفرج بره طبعا، فانا حابه عشان السسبنس كمان نوصل ضربات ترجيح. انا حابه ده، انا اتمنى ده. تخيل بقى ماتش جامد كده كده. كده كده طبعا. صحيح. طيب احنا الفقره دي كمان انتهت، هنروح فاصل بس هرجع انا مع حضراتكم، هتنورنا دكتور دينا ابو السعود وفقره طبيه مختلفه، واكيد برضو ملف مهم. فاصل ونرجع نكمل.